عندي ايه هنا؟ عندي الحله اللي هعمل فيها الكبسه، وعندي طاسه على النار. نلبس الكلافز بتاعنا كده ونستاذن حمدي ينزل لنا المقادير، وعلى ما ينزل لنا المقادير نعمل ايه؟ نلبس كده. نعم ايوه، يلا بينا نعمل الكبسه. المقادير بتاعتنا فين؟ مقادير كبسه السمك، معايا كيلو سمك فيليه، معايا 5 كوبايات رز بسمتي عفوا ابيض او اصفر على حسب ما حضرتك عايزه، معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، فلفل حامي مفروم، فلفل رومي شرايح، فصوص ثوم شرايح، معايا بصل احمر شرايح. معانا ايه كمان في المقادير بتاعتنا؟ معانا ايه كمان في مقاديرنا؟ معايا لتر صلصه طماطم متسبكه، معايا عصير ليمون، 7 كوبايات ميه مغليه، حبهان بودر، لورا بودر، كزبره ناشفه، بابريكا، كمون، وملح، وفلفل اسود. طيب هتلاحظوا ان احنا عاملين 5 رز. الطبيعي بتاعنا ان احنا لما بيكون 5 رز بسمتي بنعمل عليهم ايه؟ بنعمل عليهم 10 ميه مغليه. لكن انا النهارده انت يا نونا حاطه في المقادير 7 كوبايات ميه مغليه، امال الثلاثه التانيين دول فين؟ الثلاثه التانيين دول من صلصه الطماطم المتسبكه. دول 3 كوبايات، فالثلاث كوبايات دول قصاد الـ7 الميه اللي احنا عاملينهم بقوا كده 10 كوبايات من الميه المغليه اللي هو مقدار الرز. طيب هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هبدا اتبل السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. والرز بتاعنا مغسول ومنقوع نص ساعه، ادي عصير ليمون وادي ثوم. التتبيله دي انا هاخدها برضو للرز، كزبره، كمون، فلفل حامي، معايا شويه من البابريكا، وبس. الثوم الشرايح والفلفل والبصل والحبهان البودر واللورا البودر مع جزء من التتبيله دي، دول هيتعملوا للرز مع صلصه الطماطم المتسبكه. هعمل كده وهروح واخده جزء، معلقه كبيره كده من التتبيله، واركنها على جنب مع دول، واخد قطع السمك المغسوله ومتصفيه وابدا ان انا اتبلها بالشكل ده كده. اكيد طبعا ممكن الفلفل الحامي اللي احنا حطيناه في التتبيله ممكن ان احنا نشيله او نستغنى عنه، ممكن ما نحطوش خالص. ما عندكيش فلفل رومي ممكن تحطي حبه شطه صغيرين، مش يعني هتديكي نفس الغرض، بس طبعا الفلفل افضل يعني هيديكي نتيجة أضمن. بس بنبدأ إن احنا نتبل كده السمك بالتتبيلة. تبلنا السمك، هنبدأ نعمل إيه دلوقتي؟ هبدأ إن أنا بسنة زيت بسيطة هبدأ أدي السمك، يعني مش هقول آلية لأ ولا تشويق، يعني يا دوب بس إن هو إيه ياخد التسوية بتاعته البسيطة، بس مش هعملها دلوقتي. هبدأ بالرز، عندي حلة على النار وأروح أحطلها حبة من الزيت، بس حبة زيت محترمين كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا اعمل ايه؟ هنزل عليها بالبصل، البصل يكون حلقات بالشكل ده كده علشان هيدينا نتيجة حلوة قوي. نبدأ ان احنا نفرط البصل مع رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهديله تتبيلة بسيطة. يعني ايه تتبيلة بسيطة؟ هدبله مش تتبيله، لا هدبل البصلايه، يعني اخليها ان هي تطرى معايا شويه بالشكل ده كده. ادي رشه ملح ورشه فلفل اسود، وابدا ان انا ادعك ده كله كده. ندعكه بالشكل ده كده علشان يدبل معايا، واروح واخده بعد ما يدبل اروح منزلاه في الزيت. بصوا كده حطينا جزء التتبيله بتاعتنا اللي احنا كنا بنتبل بيها السمك مع الفلفل، مع الفلفل ومع البصل ومع جزء التتبيله ومع الثوم الشرايح بالشكل ده كده، وحطيت حبه ملح وفلفل اسود وحطيت اللورا البودر والحبهان البودر، كله اشتغل مع بعض. ابدا انزل بايه؟ ابدا انزل بال3 كوبايات صلصه اللي احنا عاملينها. بسم الله بالله عليكم ما تطرطشوا عليا. لا لا يا حمدي، ما يعني ما بيحللهمش الطرطشه لما بكون لابسه ابيض. بصوا بالشكل ده كده،
كده حطينا ال3 كوبايات، ودي الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الرز. فاضل قد ايه؟ فاضل 7 علشان يدينا المعيار بتاع الرز اللي احنا عايزينه. دول 7 ولا عير؟ عير. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اكتر. طيب الله واحد ملوش تاني. ممكن نطلع فاصل يا حمدي على ما نعد الرول المعيار بتاع الميه. 3 4، يلا بينا نطلع فاصل. 5 6 7، انا خلاص خلصت. ادي 7 كوبايات ميه مغليه حطيناهم مع 3 من الصلصه بتاعتنا. بقى كده عندنا معيار او العقد بتاع الرز بالتسويه بتاعته. ياخد غلوه واحده بس، ياخد غلوه واحده وابدا ان انا اروح نازله عليه بالرز. طيب المفروض ان انا هعمل ايه دلوقتي بقى يا حمدي؟ هروح حط حبه من الزيت وابدا ادي تشويحه للسمك. مش كتير زيت، مش كتير، يعني كده مثلا، وابدا ان انا ادي تشويحه للسمك على ما ترجعوا لي يكون العقد بتاع الميه بتاعه السمك بدات ان هي تغلي معايا، والسمك خد الصدمه اللي احنا عايزينها. ونشوف هنجمع الكبسه بتاعتنا تمام وزي الفل، التتبيله بتاعته بالتطعيمه بتاعته بالتسويه بتاعته حلوه قوي. نيجي بقى هنا، شايفين العقد بتاع الميه بيغلي ازاي؟ ابدا ان انا انزل عليه بالرز. ابدا انزل بالرز وهي بتغلي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالراحه عشان ما يطرطش. الرز طبعا مغسول ومنقوع نص ساعة علشان ما ياخدش معانا وقت في التسوية. وطبعا عايز زي ما انتوا عايزين، اللي موجود عندكم رز ابيض رز اصفر ما عنديش اي مشكلة، كده كده هيطلع احمر في الاخر علشان الصلصة اللي احنا حاطينها ومكوناتنا الحلوة دي. نعمل كده، ومجرد ما سقطنا الرز في العقد بتاع المية بتاعه نظبط على ساعتنا ربع ساعة، ربع ساعة بالظبط، وتلاقي الرز متشرب ان شاء الله عليه وتلاقيه مستوي. بسم الله. ليه؟ علشان حاطين العقد بتاعه بيغلي، العقد بتاع الرز نفسه بيغلي. ما شاء الله اللهم بارك، الريحه هايله، شايفين. احط السمك الفيليه امتى؟ لا مش دلوقتي خالص، لسه حبه، لما تتشرب خالص ويبقى فاضل له مثلا دقيقتين كده عشان ان احنا نغرفه او نقدمه، نروح حاطين عليه السمك الفيليه. كده الكبسه معايا تمام، ابدا ان انا اخد قطع السمك واعمل كده. انا مش سامعاك يا حمدي. اوكي شايفين شكلها. ياخد بس من تطعيمه الرز 5 دقايق، واروح قافله عليه واشيله كده تمام وزي الفل. انا من رايي ان هي كده خلاص، هعمل كده وارفع الغطا بالشكل ده، انا مش عايزه اكتر من كده.